مكملين معاكم عيش سعيد، وجت فقره لطيفه جدا هنفرح كده ونتبسط فيها، وهنسمع مزيكا وننظف ودننا بآله بنحبها جدا جدا، هي آلة الفيولين او الفايلن زي كده ما هاله قعدت تعلمني قبل ما نطلع. وطبعا آلة الفيولين او الفايلن هي من اكتر الآلات اللذيذه على الودن، بتحس كده فيها ان انت ممكن تعيش في اجواء ومود لطيف وفرحه وانبساط وطاقه ايجابيه. ممكن كمان هي نفس الآله يعني بنغمات مختلفة تعيشك بقى في مود حزن وبقى وتحس ان انت تقطيع شرايين ودراما وحاجات كده صعبة. فتعالوا بقى معانا النهاردة عازفة الفايلن اللذيذة جدا هالة كمال، واللي هتقول لنا اكتر عن آلة الفايلن، وكمان هتعزف لنا حاجات هنحبها قوي النهاردة. ازيك يا هالة؟ ازيك، عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ منورة. اخبارك ايه؟ نورتي عيش سعيد. بصراحة انا عشت سعيدة دلوقتي من المقدمة الجميلة دي حبيبتي. يعني انا قعدت نص ساعة اعلمها فايلن على فكرة. فايلن وكمان هتساعديني. لا خلاص، هي فعلا قالت على فكره اللي ممكن يتقال في الحلقه كله، لان فعلا كمانجا فعلا ممكن تفرح ممكن تحزن، هي قريبه جدا من صوت الانسان، فهي بتغني، فممكن نلعب اي حاجه وممكن نوصل اي حاجه. فاحنا النهارده مع خلينا نخلي المشاهد يفهم يعني ايه كمانجا، الكمانجا ازاي هتوصل له كل حاجه، سواء بقى فرح سواء حزن سواء مشاعر، ان شاء الله تنبسطوا معانا جدا في الحلقه. لا انا اصلا ملاحظه ان هي سهى تحسيها شبه، يعني هي كمانجا ولا هي شكلها ايه؟ هي كمانجا المعتاده، الكمانجا المعتاده دايما بتبقى خشب. بس هي عشان الالكترونيك دلوقتي فممكن بتبقى بالمنظر ده. وفي مش الكمانجا، هتلاقي الجيتار هتلاقي العود، الالات كلها عموما بقت فيها الكترونيك. طيب عايزه في البدايه كده اسالك، انت دارسه مزيكا ولا اخذتيها في الاول هوايه؟ لا طبعا درستها. بص هي كانت هوايتي من زمان، يعني كنت ليا حد قريبي كان بيلعب كمانجا فانا كنت مبهوره جدا بالكمانجا. فبعد كده قلت لا خلاص، انت لما انا من الناس اللي بتحب دايما ان هي بتشوف الحاجه تدرسها، فانا درست الكمانجا والحمد لله خدت فيها ماجستير والحمد لله عديت الدنيا دي كلها. ايه ده؟ طب برافو، يعني انت كمان احترفتي في الموضوع. بالظبط. الحمد لله دخلت بعد موسيقى العربيه. والحمد لله اتخرجت، وانا عملت لنفسي اسم، اشتغلت في حفلات كبيره، اشتغلت حفلات كلها نجوم، عمرو دياب، رامي عياش، وائل جسار، اشتغلت في مباريات كبيره، اشتغلت في ايفنتات كبيره، اشتغلت في يعني في كل الاماكن تقريبا اللي هي ممكن حققتي لنفسك فيه. بالظبط كده. انا كل بس اللي انا هعمله الفترات الجايه ان شاء الله ان انا هنزل بكليبات كويسه جدا. وهعمل لنفسي الستايل الخاص بيا. حلو قوي لو ابتديتي برضو بنفس اللي انت بتتكلمي فيه. أنا على السوشيال ميديا. بالظبط، انا بادئه من 10 سنين. مش قصدي بادئه، انت موهوبه طبعا وفنانه كبيره، بس بتكلم على الانتشار الاسرع دلوقتي عبر السوشيال ميديا من خلال كليبات صغيره. يعني بالظبط ده اللي انا عملته. بس انا عايزه اعمل بقى بعد كده اوصل لحته تانية خالص، ان انا يبقى ليا الستايل بتاعي زي عمر خيرت زي اي فنان كبير. طب من البدايه كده احنا يعني صراحه عايزين نسمع كتير قوي منك، وانا عندي ريكوستات على فكره كتير قوي، يعني غير ان احنا نلعب بمزيكا وحاجات كده، انا كالينا عندي ريكوست حاجات كتير قوي برضو هطلبها منك في الحلقه. عيوني. بس في الاول انت اللي عايزه تبتدي بايه؟ خلينا نبدا بسهر الليالي كده. انا عامله ايه ده؟ بحس سهر الليالي دي بنختم بيها الفرح. لا خلينا بقى النهارده نبدا بيها الفرح. هنبتدي بيها الفرح النهارده. ماشي. لا بس بجد انا عاملاها باسلوب تاني خالص غير المعتاد، يعني انا عاملاها بالهاوس ميوزك. ايه ده؟ الله. حلو قوي. يلا بينا نسمع حاجه ان شاء الله تبسطكم. يلا نظبط. شكلها كيوت قوي.
واديت لها كده شكل شبابي لطيف، فرفشتيها كده بالظبط كده. هو الاغنيه جميله بس انت حطيتي التاتش بتاعك، التاتش بتاعت خليتها يعني جديده. لا حلوه قوي بصراحه، اهم حاجه تكون عجبتكم. انا شايفاكي كنت مندمجه معايا. ايوه لا انا بقول لك كنت عماله يا كنت عماله رصاصه خطير. طب خليني اسالك برضو كده هلا، يعني لو انا دلوقتي عندي موهبه او انا حاسه ان ممكن عايزه العب اله موسيقيه، ينفع ابدا من دلوقتي من سني ده ولا لازم كنت ابدا من زمان؟ لا ده طبعا من زمان، خصوصا الالات الوتريه. الالات الوتريه كلها لازم تبقى من زمان جدا، زي الباليه كده. يعني ينفع حد يلعب باليه بعد ما كبر؟ بس الباليه تحس ان هو محتاج لياقه رشاقه عظم يعني، بس انا حاسه هي كلها بتتعلق بالعظم، يعني كل ده دي برضو عظم وبرضه. لا دلوقتي انا ماشيه بالعلاج، ماشيه بدواء الاعصاب يعني. انا والله انا مستحيل، عارفه اللي هو يعني انا خلاص خيشت. بيبقى صعب، او بلاقي ناس كتير قوي بتبقى نفسها تتعلم وهي كبيره، بس الموضوع بيبقى صعب جدا. حقيقي يعني. امال الناس اللي بتعزف سماعي دول بيبقى وضعهم ايه؟ اللي ما درسوش خالص وفجاه يمسكوا الاله؟ بس مش من الكبر، لازم هم صغيرين. وفي ناس تبقى عندها موهبه ممكن، يعني ما ده هو شيء كل شيء وارد يعني، بس لازم على حسب هو موهبته قد ايه، وهل هو عنده مثلا مرونه في الصعوبه ولا لا. هي بتبقى كده او سرعه في التنقل. ايه يعني خلي بالك بيبقى الموضوع ده بيبقى صعب جدا، يبقى فيه مرونه، عشان كده لازم يبقى من بدري شويه. انا درستها وانا في اولى ثانوي. طب انا عايزه اعرف ايه السن المناسب لدراسه اله ان انا ابتدي دلوقتي؟ هو ممكن مثلا من 15 سنه 16 سنه، ده هو ده المتاخر. اللي بيبتدوا باربع او خمس سنين دول ده طبعا بيبقى احسن حاجه، انت كده بتمرنيه من بدري جدا. بس انا بقول لك اقصى حاجه مثلا 15 16 سنه، لكن بعد كده بيبتدي الموضوع بيبقى صعب شويه. طب انتوا عارفين بقى اللي جاي بقى بعد ما فرحنا؟ اللي جاي في شويه نكد كده، اغنيه صعبان عليا عمرو دياب. صح صعبان عليا انا كمان. بس انت مش هتخليها نكد صح؟ لا احنا لازم ننكد شويه بقى، احنا لازم نقولك كمان هي فيها ايه، هتنقلك من هنا لهنا، هتنقلك من سعاده لحزن، حزن سعاده. والناس بتحب، ابص الناس على حسب، عايزين نرضي كل الاذواق. في ناس بتحب الكمانجه وهي سعيده ومفرفشه، وفي ناس بتحب الكمانجه وهي نكد، فخلينا ننكد. انا مش عارفه، انا بالنسبه لي حاسه ان الكمانجه من وانا صغيره بسمعها دايما في الحزن، ما اعرفش. بس انت او وعلى فكره شباب كتير قوي زيك عملوا مدرسه للموضوع ده، خلوا الكمانجه زي بالزبط. في الافراح بقى دلوقتي في انا شغلتي من 10 سنين كده. بالظبط. انا اصلا شغلتي افراح وشغلتي ايفنتات وشغلتي ان انا، انت حتى لو شفتي حفلاتي كلها هتلاقيني كنت دايما بنزل ارقص الناس، ودايما نلعب حاجات هاوس بهجة وحاجات كده حاجات هايبر. فلا الكمانجه بتقول كل حاجه، ده اللي انا عايزه اوصله. الكمانجه زي الصوت بتاع بني ادم، انا ممكن يغني حزين وممكن يغني حاجه مفرحه جدا. نكدي علينا هالة اتفضل. يلا لازم يلا يا هالة اتفضل، كلنا صعبين علينا.
عايزه اقول لك ان انت اختارتي اغنيه صعبه لعمرو دياب، صعبان عليا، دي من الاغاني اللي طبعا هي توب، يعني هي هيت لغايه دلوقتي. هي هيت طبعا. بصي اغاني عمرو دياب كلها القديمه هي تفضل هيت. لا لا لا، هو كان سابق عصره جدا، يعني هو اغانيه كلها سابقه عصره. ده حقيقي، ده حقيقي. هو يعني عمرو دياب اسطوره، يعني لو غنى اي حاجه هي بتفضل حلوه. هي بتفضل حلوه بالظبط. انت قلتي ان انت بتعملي حفلات كتير مع فنانين وكده، وذكرتي منهم عمرو دياب. يعني عملت النيو يير بتاع حفله عمرو دياب 2016. اوكي. وعملت حفله ثانيه كانت تبع بنك، كان فيه برضو عمرو دياب، بس انا بلعب قبليهم، يعني بطلع الاول. ممكن اطلع مره مع الشو فاير، وممكن لعبت مره لوحدي كلاسيك كده بعد كده. طب هلا انت مش بتلعبي والاغاني لسه بتتعملي؟ يعني شاركتي في صناعه اغاني قبل كده؟ صناعه اغاني يعني لعبت سولوهات. لعبت في اغاني كتير سولوهات. زي اغاني بس يعني ناس تبقاش معروفه قوي. لسه. بس برضو تجربه لطيفه انك انت تبتدي واحده. ادخل خلي بالك، هي واحده واحده بتبتدي بناس مش معروفه كده. قوي لغايه لا هو الفكره مش موضوع كده، الفكره ان انا مش بحب يعني جو الاستوديوهات اكتر ما انا بحب اللايف. اللايف يعني في ناس بتبقى شغلها كل استوديوهات بس، وفي ناس شغلها كله يقعدوا في وسط فرقه. يعني كمان دي ليها فروع كتير قوي. فانا بحب لا انا بحب ابقى سولو، بحب العب لايف. لايف. وتحبي تشوفي رياكشنات الجمهور، تاخدي الفيدباك من عيون الناس قدامك. انت بتحبي ان هم مبسوطين جدا. اوكي. يعني هو ده بالنسبه لي اكتر اغنيه لما بتلعبيها مع الجمهور بتحسي ان الدنيا بتتقلب كده. يلا ايه اليوم الحلو ده. يلا. طب هلا انت طبعا نكتي علينا وقلبتي علينا المواجع، فرفشينا بقى كده بحاجه حلوه على ذوقك. يلا بينا حاجه تريندي. اوكي. يلا يلا مالكم فجاه. يلا يلا بينا. يلا. الله. وديتي الترند لحته ثانيه. دي اهم حاجه ان انت تحطي التاتش بتاعتك كده. وعملتي المونكي سونج دي اللي هي كان في اغنيه انجلش برضو. طبعا دي اكيد عملتيها برضو، لان انا حاسه ناس كتير قوي عملتها على السوشيال ميديا وكانت برضو ودت الاغنيه في حته ثانيه. لو ينفع اجيبها يلا بينا نشغلها. يلا هو انت ينفع تلعبيها من غير مزيكا؟ لا هي بالمزيكا تبقى احلى، عشان يعني اللي بيسمع يستطعمها اكتر. اوكي. لكن انا مثلا لا كمان جت بتعزف لوحدها كده مش شايف، خصوصا اغاني الانجليش. طيب ممكن تعزف لنا ايه سولو لوحده كده نسمعه، يعني نبقى سامعين الاله لوحدها. نسمع ماشي حلو ده. او لو حاجه كمان انت مثلا لحنتيها مع نفسك حاجه. لا ممكن تسمعي ايه حاجه. لا لا انت ايه الحاجه اللي ممكن نلعبها سولو؟
ممكن حاجه قديمه، ايه رايك؟ نكد علينا تاني. نكد عليك. لا خلينا حاجه مش نكد بقى، خلينا حاجه مش نكد. الحاجه اللي انت عايزاها. ما هي طلعت حلوه لوحدها. انت عارفه طلعت حلوه قوي. انا عايزه اقول لك اساسا عندي مشكله دايما ان انا ما بعرفش اعزف وانا قاعده، دايما ببقى واقفه. فالنهارده اكسكلوزيف ان انا قاعده النهارده وانا بعزف. فانت متعوده بتقومي عشان تاخدي باور؟ لازم، مستحيل اعزف وانا قاعده. ما بعرفش يعني، ما يعني مش موضوع كده، لا انا خلاص خدت على كده، انا شغلي كله وانا واقفه اصلا. مش وانا قاعده خالص. اوكي. حتى في الحفلات بتحبي دايما كل الحفلات على طول؟ كله لازم ابقى واقفه. بس ده مش متعب ليكي قوي ان انت تبقى؟ بالعكس، انا كده ببقى متحكمه في الكمانجا اكتر، انا حاسه ان انا كده قاعده متقيده. بس بتقفي مده طويله، مده الحفله كلها بتقفي مده طويله، هي دي الفكره اللي خلاص اتعودت على كده. ده شغلي. اتعودتي بالظبط. هي اول ما زي ما المايك اتفتح عندنا بننسى التعب، بننسى اي حاجه. هي بالنسبه لها اول ما تمسك الاله خلاص. انا بالنسبه لي بصي، ممكن يبقى عندي مشاكل الدنيا كلها، بس انا مسكت الكمانجا فانا خلاص فاصله، ببقى بني ادمه تانيه خالص. طب قولي لي، هل انت في البيت كده وفي الوقت الفاضي بتاعك على طول بتتجهي ان انت انا عايزه اعزف شويه، ده هيروقني؟ هل ده بيفصلك من المود لو متعصبه او طبعا حاجه، بتقومي جري على الكمانجا عشان انا عايزه اسمع شويه مزيكا، العب شويه مزيكا فاهدى شويه؟ بالظبط بالظبط، يعني هي الحاجه الوحيده اللي بتفصلني من اي حاجه. يعني انا ممكن يبقى عندي مشاكل الدنيا كلها زي ما بقول لك كده، اول ما بمسك الكمانجا خلاص انا بالنسبه لي. عارفه الجيران بقى يعملوا ريكوستات، لو سمحت يا هاله اعملنا. مستمتعين بجد. طب وانت يا هاله يعني لازم يبقى عندك وقت في يومك تلعبي فيه شويه كمانجا، ولا بيعدي ايام ما تمسكيهاش خالص؟ لا هو المفروض مع زحمه الحياه المفروض يعني ان احنا كل يوم بنمسك الكمانجا، بس انا مثلا بيبقى ايه، بيبقى عندي حاجات غصب عني ما بعرفش امسكها مثلا. بتتخني بقى ساعتها، بتحسي ان انت متضايقه؟ لا خالص والله، بصي مجرد ما برجع للكمانجه تاني خلاص يعني بنسى بقى ان انا كنت متضايقه، بنسى اي حاجه، خصوصا انا شغلي كله ان انا بتفاعل مع الناس. فبنزل اول ما بنزل الحفله وباجي اعزف والاقي ناس متفاعله معايا ومبسوطه وبعمل جو حلو، خلاص ده بالنسبه لي ببقى خلاص فصلت من كل حاجه. ايه ده، الله حلوه قوي. لا اصل انا عارفه حته ان الفنان دايما بيبقى عنده حته كده، بحسه عندكم حته شرده صح؟ بالظبط كده، اللي هو انا عندي حته بتاعتي. عايشين في كوكب لوحدنا. صح؟ بالظبط. دايما يعني جد، الصوره النمطيه تطلع للفنان في الافلام دي حقيقيه، لو بيطلع كده في حته بتاعته كده شارد كده. بالظبط. اصل الفنان بيعرف يعمل حاجه مثلا مش الناس العاديه بيعرف يعملوها، كل واحد بيبقى عنده حته بتاعته كده. وممكن تتقني كذا اله، ولا هي بس في ناس بتعمل كده؟ بس انا بالنسبه لي اتعمقت في الكمانجا مش اكتر من كده. لو ما كنتيش تعرفي صح، انا درست بيانو في المعهد، فكنت بلعب بيانو مع كنت لسه اسالك، لو انت ما بتلعبيش فايولين كنت اخترتي ايه بدلها؟
لا ما كنتش هلعب مزيكا بقى عشان دي حاجة. كنت اغني الصراحه لان انا بحب اغني. ايه ده؟ طب ما تسمعي حاجه. لا نسمع حاجه. طب نسمع حاجه. ايه ده؟ لا هسيبك كده. خلينا في الكمانجه احسن. بس اتراجعت في ثانيه دلوقتي. انا كنت هدرس دلوقتي. كنت هدرس غنى يعني. طب سمعيني حاجه صغيره. عندك الموهبه يعني بتاع الغنى ولا؟ او اكيد هي عشان عارفه المزيكا كمان هتلاقيها عارفه المقامات صح، عارفه بتغني صح على الاقل. هتكسفوني كده. لا لا احنا والله مش يمكن كده نكتشفك في البرنامج. حد يسمع كده ولا يسمع كده يقول يلا البوم. ها تقولي هلا عايزه اعمل لها البوم دلوقتي. لا وانت عارفه انت هتبقي مميزه، انت بتعزفي وبتغني في نفس الوقت. لا ده الموضوع هيبقى بوم. انا كنت منزله حاجه ليا، كنت بعزف وبغني فيها. طب يلا يا هلا. ايه هي بقى؟ يلا يا هلا فرحينا بقى. يلا يا هلا اعزفي وغني بقى وبسطينا بقى. يلا اشجعك. هلا هلا هلا. لا يلا يا سهى بلاش اغني عشان انا بصي هقعد اضحك وانا بغني. لا اضحكي ليه؟ مش هنبص لك. هنلف وشنا الشله يبقى يغني ومكسوف. لا مش هنبص. طيب يلا خلاص. طب غني اسمائي. اي حاجه. الاغنيه اللي انت كنت عاملاها اللي كنت لسه بتحكي عليها. لا كنت اغني وقطع فيها يعني. اللي بيريحها. اللي بيريحها في الغنى. الناس اللي بتحب تغني بيبقى في حاجات معينه كده بتريحهم يغنوها. لو على قلبي دافي هوا وكفايه للسهر وعناد ويايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعني قلبي ندالة حني في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى ياللي بحبك أكتر أكتر من كده. والله العظيم هايلة. لا انت كملي بقى في موضوع اغني واعزف في نفس الوقت. والله صوتك حلو جدا. طب انا اقول لك بقى مفاجاه الاستاذه سهى صوتها حلو، فانا بقى هعمل لكم تدبيسه بس خلاص. ايه بقى تغني معايا حاجه؟ لا 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 والله صوتها حلو يعني بتعرف تغني. هيلا انت هتعزفي حاجه اللي سهى تختارها وهتغني يا سهى على لو سمحت. انت اللي هتغني يا منى. خلاص هنعمل حاجه اكسكلوزيف كده. يلا يلا سواء انت قلتي الهالة وهالة استجابت على فكره على طول. خليكي انت في اللي هي هتقوله. انا فرحي الجمهور اللي هي هتغني. نفس المنتج يقول يلا يلا سواء وهالة دويتو زي منا ونهله كده. لا احنا ما المنتج قاعد مستنينا. مين عارف اصل الفرصه بتيجي كده. بنت جميله راكبه عجله بدايه. استني بس خلينا نسمع شويه كمان. لا يلا يا سهى. يلا سهى سهى سهى. دبستك خلاص. دبستك يا سهى. دبستك يعني انا حاسه في تدبيسه في الموضوع. طب يلا هي عايزه تغني. تحبي تغني لمين اكتر؟ تحبي تغني ايه؟ قديم. خلاص انا النهارده مذيعه وهي سهى دلوقتي. ماشي يلا بينا. تحبي تسمعي تغني لمين؟ يا ورده يا ام كلثوم. عايزه ايه؟ يا ورده يا ام كلثوم. خلينا ام كلثوم. ورده ولا ماشي. ام كلثوم. تحبي مين بقى تعزف تغني ايه؟ ام كلثوم. سيره الحب. طب يلا. طول عمري بخاف من الحب وسيره الحب وظلم الحب الكل حكايات مليانة نهار وأعرف حكايات مليانة نهار ودموع أنين. الله والله يعني. طب والله صوتها حلو جدا. والله جميلة. صوتها صوتها خطير. انا صوتي اللي عارفه اغنيه بسبوسه مستنه النقطه والحاجات دي وست وانا وغزاله يعني انا يا الغزاله رايقه. الغزاله رايقه ما الناس الحلوه سايقه يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير عني وتقرب مني حبه لا لسه شويه حبه طب وحياه المحبه ما دام جيت جنبي خلاص خلي الطبله دي لا ده قلبي الطبله دي لا ده قلبي بيدق ورا المقسوم الطبلة دي لا ده قلبي الطبلة دي لا ده قلبي بيدق ورا المقسوم
غزالة. يا احنا اسفه طبعا بعتذر لكل المشاهدين على ده صوت تعرف انا اسفه يا جماعه. لا والله لازم تنفع. في مواهب لا انا جايه النهارده اكتشف المواهب يا جماعه. النهارده المذيعه احنا عايزين قعده والله بنات. شفتي قعده البنات حلوه ازاي والله وفرفوشه طبعًا. وجميله ولذيذه. احنا من قعده البنات يا جماعه شفتي والله اختي بعيدا عن هرمون النكد طبعا. لا 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 مؤاخذه ايهاب خلي بالك ايهاب صالح احنا عندنا ثالث بتاعنا ما نستغناش عنه حبيبنا ايهاب صالح. لا ما هو بس هو فرفوش قوي وكسر الحمد لله. الحمد لله. طب كان في اغنيه كده انا كنت حاسه ان هي لو اتعملت كمان خلونا ننكد شويه الاغنيه بتاعت متغير يا ما انت دي بقى على فكره البخت بحسها والبخت برضه الاغاني دي بقى فيها كآبه وفيها سنه كمانجا صح. في اغاني وفي اغاني على فكره ممكن تبقى حزينه وممكن يبقى فيها هوس فتحسيها كده فيها مود. طب انت عايزه تسمعينا ايه دلوقتي؟ تيجي نلعب يا غايب. يلا برضو هي هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا واقفه غير انا قاعده حتى انا كنت بعزف الاغاني القديمه اللي قبل اللي انا بلعبها دي متكتفه القوس مش مظبوط عايزه انطلق مش عارفه. طب انا عايزه اسالك سؤال انت بتحلمي توصلي لايه يعني انت في عالميه حقيقي بجد نفسي اوصل بقى ان انا بعزف في اوروبا بقى واو تعملي حفلات بقى اعمل حفلات كبيره بالظبط يعني احنا برضو ننزل حفلات كبيره فانا عايزه بقى احقق ده ان انا ابقى بره. انا بس اللي كان موقفني ان انا عشان انا عندي بنوته فطبعا انا ما بقدرش اسيبها وما اقدرش بيجي لي سفر بره كتير جدا بيجي لي حفلات بره كتير جدا بس ما بقدرش اسيبها لوحدها يعني قلب الام بقى ما اكيد طبعا قلب الام. لا المره الجايه تاخديها معاكي عشان تتفرجي عليكي برضو يعني هي ابتديتي تعلميها؟ لا انا بنتي موهوبه جدا اكيد انت سمعتها كانت عماله تغني طول اليوم. هي برده كمانجا برده بتعزف هي خمس لا خليها تلعب كمانجا لان هي يعني بتنبهر بيا بصراحه. ايوه طب هي مش في يعني وانت في البيت كده ما بتحاوليش تعلميها تقولي لها لا هي دلوقتي بتغني فرقه اطفال يعني بنتي بتغني فرقه اطفال بنتي موهوبه جدا وبتغني التنايتي مظبوط جدا جينات بقى ايه ده جينات موسيقيه ما شاء الله. طب حلو انت اصلا كان عندك حد في العيله مزيكا وكده ليه علاقه بالفيولين؟ انا اخواتي الاثنين
بجد. اه يعني انتوا الجينات عيله كلها مليانه مزيكا، واحنا الثلاثه بنلعب كمان جاز، كل واحد ليه طريقه غير الثانيه خالص. طب وهل يعني مثلا انتوا بتقول انتوا الثلاثه انت واخواتك بتلعبوا كمانجا، هل مثلا دور كم من العيله من ماما وبابا اللي هو لازم تكونوا بتعرفوا تلعبوا اله موسيقيه؟ هم نموا الموهبه دي فيكوا ازاي؟ احنا عايزين نتكلم على دور الاهل، ناس كتير قوي بتبقى مش عارفه ان اطفالها ممكن تطلع منها حاجات كتير قوي حلوه، وتطلع منها مواهب وتطلع منها قدرات هي مش متخيله ان اطفالها عندها قدرات دي. فيعني احكي لي على دور اهلك اكتشفوا ازاي. اهلي من زمان كانوا بيسمعوني وانا بغني، هم عارفين ان انا اساسا موسيقيه وموهوبه، بس اما بعد كده قالوا لي تحبي تخشي ايه، فانا اخترت الكمانجه لان انا كنت بتاثر بيها جدا، ما باجي اشوفها باجي اسمعها فحبيتها اكتر فاتاثرت بيها. فاخواتي بقى الاثنين برضو نفس الموضوع، لما شافوني برضو بلعب كمانجه فحبوا برضو الموضوع جدا. بصراحة احنا الثلاثة يعني كل واحد بيعزف اشطر من التاني. ايه ده الله. طب هلا انت مين اللي من المطربين نفسك دلوقتي ان انت تعزفي في حفلة ليه؟ حفلة ليه؟ بحب تامر عاشور جدا. يا لهوي، بصي ده ملك الاحزان والدراما. انا حزينه. يعني عايزه اقول لك حاجه، هو كمانجا يعني بتحب تامر عاشور وتامر عاشور بيحب الكمانجا اكيد. تامر يعني عاشور طبعا بالنسبه لي انا بحب مزيكته وبحب اسلوبه كده، يعني كل واحد بيبقى ليه كده، لان هو كمان هو كمان بيفهم في مزيكا قوي. طبعا عمرو دياب ده عمرو دياب لا خلاف يعني. طب ما تسمعينا حاجه تامر عاشور كده. لا تامر عاشور بقى، لا تامر عاشور بقى احنا لسه، بصي لسه حزنانين. لا احنا كنا يا غايب دلوقتي، زي ما كانتش حزن. كنت واقفه دلوقتي. دي كانت حب. اه دي كانت حب. دي كانت حب. اه لا بلاش تامر عاشور، خلينا مثلا نلعب ايه اللي انت عايزاه، احنا معاكي في اي حاجه. احنا انا تمام، انا مبسوطه، فانا حابه اختيارات. تمام مبسوطه، خلينا مبسوطين. خلاص انبسط يلا. ايه ارقصي له يا زينب. طب ايه رايكم بقى نلعب حاجه للكينج؟ اه يا سلام، عشان محبينه كتير جدا. طبعا انا بموت فيه بصراحه، ده حبيبي. يلا تلعب لنا. نلعب اكتر اغنيه الناس بتحبها، يونس. بنزل حفله بلعب يونس دي، الناس كلها بتغني معاها وحافظاها، والناس كلها بتبقى مندمجه معاها جدا. ماشي. يلا بينا. يلا بينا. يلا فكرتينا انت عملت لنا كده كولكشن لذيذ قوي، فكرتينا باغاني بنحبها، وانت مختاره اكتر اغاني يعني، عارفه انت مختاره المميزين ما شاء الله يعني. ما دي شغلتي بقى. لا انا عايزه احضر لها حفله بقى يعني، لازم بقى ايه بنسمع. أيوة. واحنا زيك كده ومتحمسين. اكيد اكيد. خلاص بقى هدفكم عندي، فتشوفوا الحفلات انا بنزل اعلانات طب انت ما فكرتيش بقى انت كهاله تدي كورسز، تعلمي الشباب، تعلمي اطفال، ولا ما عندكيش خلق؟ لا انا ده كنت بعمله زمان قوي، فخلاص ده بالنسبه لي صعب. يعني علمتي انا دلوقتي دروس. اللي انا هعمله ان انا ههتم بالسوشيال بتاعتي جدا اكتر من كده، وان انا ان شاء الله اعمل كلابات كده مزيكا خاصه ليا انا. طيب في دكتوراه بقى بعد كده لسه هنكمل دراسه ولا لا؟ لا لسه قدام بقى شويه، بس انا عندي اهداف، فانا هدفي بقى اللي انا قلت ان انا اوصل لبره مصر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا هلا، انت نورتينا بجد وامتعتينا وسمعتينا حاجات لطيفه جدا وخرجتينا من المود دي حقيقه. كمان جا وانت اصلا كمان روحك حلوه مع الاله، انا بحس ان الفنان هو اللي بيدي روح للحاجه اللي بيعملها. هو اهم حاجه البني ادم يبقى عنده يعني ده الف به اساسا فنان، كاريزما دي حقيقه. يعني البني ادم ما عندوش كاريزما فخلاص. وانت يعني ما شاء الله عليكي تتمتعي بيها صراحه.
يلا بقى اليوم الحلو ده وكلنا عيش سعيد وشوف اللي في ايدك عيش سعيد املك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب اتقدم هتشوف ارباح 24 ساعة ليلي او غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد